السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونناقش فيها آثار التفكك السياسي على المسار السلمي، الخيار العسكري والمقاربات المطروحة، مخاوف من امتداد تنظيم الدولة عبر الهجرة. وقبل أن نبدأ محاور حلقتنا لهذا اليوم، نرحب بضيفنا في الاستوديو الباحث في الشأن العربي الحواس تقية. أهلا وسهلا بك سيد تقية. مرحبا بك. على الرغم من التقدم الظاهري نحو اتفاق يجمع مختلف الفرقاء السياسيين، إلا أن المؤشرات تحيل وفقا لما أوردته الصحف إلى أن الأجهزة الحاكمة في ليبيا تواجه العديد من العوائق للسيطرة على الوضع، من بينها مسألة الحياد وحسن التمثيل، ما قد يعطل قدرتها على الحكم بفعالية، وهو ما حدا بالبعض للحديث عن دخول العملية السياسية في مأزق. ذكر الخبير في الشؤون الليبية بمعهد المجلس الأعلى للعلاقات الخارجية الأوروبية ماتيا توالدو على موقع كارنيجي أنه على الرغم من التقدم الظاهري نحو اتفاق لتقاسم السلطة، لا تزال الأجهزة الحاكمة في ليبيا تواجه مشكلات الحياد وحسن التمثيل، ما يعطل قدرتها على الحكم بفعالية. وأشار إلى أن العملية السياسية في مأزق، ومن المستبعد أن تؤدي الخطوات القليلة التي اتخذت مؤخرا من أجل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة إلى تحقيق الهدف الأساسي للاتفاق المتمثل في الحصول على حكومة وحدة وطنية. وأشارت والدو إلى أنه يمكن تجنب المأزق في عملية المصالحة السياسية عبر إصلاح العملية في ذاتها. لهذه الغاية يمكن نقل مقر مجلس النواب إلى مكان أكثر حيادية ليتم الاعتراف به من السلطة التشريعية الوحيدة التي تضم كل الفصائل. ثانياً، من شأن هيئة استشارية يشارك فيها عدد أكبر من الفرقاء أن تناقش سبل المضي قدماً في تطبيق الاتفاق السياسي الليبي. ذكر الكاتب ماكس هوفمان على موقع دوتشي فيلي أن المخطط الرسمي للتحالف يتجلى في استكمال حكومة وحدة وطنية في أقرب الآجال لتفادي التفكك المميت للبلاد. وعبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في روما عن تفاؤله بأن هذه الحكومة سترى النور قريباً. وأضاف الكاتب أنه في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية أم لا، فإن التحالف سيكون قريباً مجبراً على فتح جبهة عسكرية ثانية ضد تنظيم داعش. وهذا ما استنتج بين السطور خلال لقاء وزير الخارجية في روما من الجانب الإيطالي بوجه الخصوص. سيد تقية، على الرغم من التقدم الظاهر نحو تحقيق اتفاق لتقاسم السلطة، إلا أن الأجهزة الحاكمة كما أشارت والدو ما تزال تواجه مشكلات الحياد، وتكلم أيضا عن حسن التمثيل. يعني كيف لهذه الأجهزة التغلب على هذه المشكلات التي أوضحها الكاتب؟ التغلب هو أن هذه المصالحة أنها يتم تدعيمها وترسيخها، لأن ما تحقق لحد الآن هو إنجاز جيد، يعني يمكن البناء عليه، لكن هو يعني يحتاج إلى صبر وإلى يعني تعقل وإدماج الأطراف التي لا زالت لحد الآن لها بعض التحفظات، وهي لا ترفض العملية الجارية حاليا ولكنها لها بعض التحفظات. جماعة الغرب يعني في طرابلس يقولون بأن التمثيل المنطقة ليس يعني بالشكل الذي يرضي تطلعاتنا، وكذلك الجماعة في الشرق جماعة طبرق لهم تحفظات فيما يخص كذلك التمثيل، وخاصة فيما يخص حفتر تحديدا. لذلك هم لما وقعوا على اتفاق الصخيرات، تقصد المؤتمر الوطني طرابلس، ولكن أن يفجر ليبيا يعني. نعم، المؤتمر الوطني رفض الاتفاق من أساسه، وليس التمثيل في الحكومة. لا يعني هو المؤتمر الوطني وبعد ذلك منقسم، يعني حتى لما نتكلم الآن على فجر ليبيا نحن نتكلم الآن على كيان جديد، يعني هو الذي رفض هو الرئيس المؤتمر، لكنه يعني جماعة الإخوان المسلمين مشت مع كذلك فصائل كثيرة من مصراتها مشت مع الاتفاق، مثلا بالحاج مشى مع الاتفاق. هذا في جهات وفي ديناميات، في قوة موجودة في طبرق وقوة موجودة في طرابلس هي مع الاتفاق، وتقريبا هي القوة النافذة. يعني تقريبا يمكن أن تقول بأن رئيس البرلمان ورئيس المؤتمر هم كأنهم يعني عبارة عن قادة دون جيوش، يعني ما تبقى منهم عدد قليل، لكن مع ذلك يمثلان صعوبة في وجه هذا الاتفاق. يعني موجودة معهم مجموعات قد
يعني قد تثير بعض الاضطرابات في تطبيق هذا الاتفاق. كذلك الجماعة في طبرق أنهم الآن، لأن ما ذكره مثلا الخبير هذا الذي نشر الورقة في كارنيجي، لما يقول بأن وجود المؤتمر في طبرق هذا يمنع عنه الحياد لأنه موجود تحت حماية حفتر، فلا يمكن أن يكون هذا البرلمان حرا ويكون كذلك محايدا في إبداء مواقفه، والذي يحميه هو حفتر في السياق ذاته. فحفتر طبعا سيقول لهم ينبغي أن تتخذوا المواقف التي أريدها، وهو أنني أكون أنا المسؤول عن الأجهزة العسكرية وإلى لنظم الحماية. هل بنقل مجلس النواب كما طرحت والده إلى مكان أكثر حيادية ليتم الاعتراف به، هل هذا الطرح طرح واقعي؟ هذا جزئية طبعا. لماذا لا؟ يعني ما دام يعني وجوده داخل في طبرق تحت حماية حفتر، هذا يجعله تحت ضغوط حفتر. حفتر سيقول لهم لابد أن تفرضوا وجودي، ولذلك هو تحفظ جماعة طبرق تحفظوا على المادة الثامنة في اتفاق الصخيرات، لأن هذه المادة الثامنة تسلم الأجهزة العسكرية للمجلس الرئاسي، لأن حفتر فرض عليهم ذلك. فلو انتقلت إلى مكان آخر طبعا هذا سيخفف عليهم ضغوط حفتر، ثم بعد ذلك لأن وجود حفتر سيعيق العملية بالتأكيد، لأن حفتر هو الذي يثير في الليبيين كل ما يمثله القذافي، هو يعطيهم يعني لا يقول لهم إلا أن مستقبلكم تحت قيادتي سيكون شبيه بالقذافي، لأنه هو يريد أن يكون رجل عسكري يحكم بالقبضة الحديدية، وهذا الذي ثار عليه الليبيون. ثار الليبيون على 40 سنة من هذا القمع العسكري، فلا يعيدهم الحفتر إلا بتكرار تجربة القذافي، هم لا يريدون ذلك. يعني اتفاق على أن الحفتر لا يمكن أن يقبلوا به، فوجود هذا الرجل سيعمق الانقسام وسيقضي على العملية السياسية. من الأمور التي ينبغي أنها يعني تحدث وأن حفتر بشكل من الأشكال لا يكون جزء من العملية السياسية. طيب. لا يكون له جماعة مثل ما نعرف هذا الشريك في المجلس الرئاسي أنه يكون يعني ممثل لمصالح، ولكن وجوده سيقضي على العملية السياسية. طيب. لكن الذي أشار له هذا الخبير وهو أهم من نقل البرلمان هو توسيع للقوى المحلية، رؤساء البلديات وشيوخ القبائل، يكون هناك مجلس استشاري أو غيره، لأن الآن الديناميات الموجودة هي ديناميات محلية وليست على المستوى الوطني، فهؤلاء هم الفاعلون على الأرض، فلابد من إشراكهم، ولا ينبغي أن تبقى العملية كلها على مستوى التمثيليات الوطنية. نعم. دوليا هل تشكل ليبيا تحديا جديدا كما وصفت يعني دوتشي فيلا بوضعها المتشعب وانتشار مجموعات متنافسة؟ نهيك عن أهم نقطة ألا وهي انعدام بنية تحتية حكومية يمكن للتحالف الدولي أن يعتمد عليها في التدخل أو أي حل. يعني ليبيا بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للمنطقة كلها، يعني منطقة المغرب العربي كلها، يعني وكذلك جنوب الصحراء، إفريقيا جنوب الصحراء، هي بالنسبة لهم يعني عبارة عن معضلة، يعني لا يعرفون كيف، يعني هي عبارة عن كرة ملتهبة لا يعرفون كيف التعامل معها، لأن الآن ستجتمع في ليبيا يعني قنابل متفجرة كثيرة، منها مثلا تهريب المخدرات كما نرى، يعني تأتي عن طريق السلفادور وتدخل عن طريق نيجيريا وتدخل عن طريق ليبيا. التهريب الآن يعني تعدد، فتهريب البنزين عن طريق تونس، تهريب السجائر عن طريق النيجر، تهريب البشر بالإضافة لهؤلاء الجهاديون والجماعات الإسلامية المتطرفة المتشددة، الآن كذلك صاروا لهم وجود في منطقة توارق وغيرهم، هم الذين دخلوا من ليبيا إلى وفجروا منشآت نفطية لعين أميناس في الجزائر. فإذا انفجر الوضع في ليبيا يعني كارثة هائلة، يعني بالنسبة للمنطقة وبالنسبة لأوروبا، خاصة أن هذا البلد هذا بلد نفطي تحتاجه المنطقة لتنميتها، وتحتاجه المنطقة وأوروبا تحتاجه كذلك لاقتصادياتها. فسيكون يعني أن هذا إذا انفلت الوضع في ليبيا وصارت ليبيا دولة فاشلة نهائيا يعني مثل الصومال، فلا يعني عدم الاستقرار سيعم المنطقة كلها. طيب. وسيعم جنوب أوروبا. وصلت فكرة سيد حواس تقية، سننتقل وإياك إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، كذا أنتم مشاهدين. ما فتئت تلويحات التدخل العسكري تصدر عن عدد من المسؤولين الغربيين والأمريكيين، خاصة بعد تنامي نفوذ ما يعرف بتنظيم الدولة وتهديده للحقول البترولية، الأمر الذي حدا ببعض الصحف الغربية إلى القول إن التدخل العسكري الغربي في ليبيا أصبح قاب قوسين أو أدنى، مؤكدة أن إرهاصات ذلك التدخل بدت واضحة اليوم أكثر من أي وقت.
أوضحت الصحيفة الألمانية أوبربايتش فولكس بلات أن التدخل العسكري الغربي في ليبيا أصبح قاب قوسين أو أدنى، مبينة أن ليبيا التي شهدت تدخلا دوليا عسكريا للإطاحة بمعمر القذافي وصف فيها ذلك التدخل بالمهمة الناقصة لحلف شمال الأطلسي، حيث ترك ليبيا في مفترق طرق تواجه حالة ضياع كبير وانفراطا لمؤسساتها وإرثا لحاكم ديكتاتوري. وأشارت الصحيفة إلى أن هدف التدخل العسكري في ليبيا هو تنظيم داعش المتسبب في عدد من العمليات والتهديدات الإرهابية في أوروبا، وذكرت أنه من الممكن أن تسند قيادة هذا التحالف الجديد إلى إيطاليا، بينما صرحت ألمانيا باحتمال إرسال جنود ألمان لدعم حكومة وحدة وطنية، وهي بالمناسبة كانت من الدول الرافضة للتدخل في ليبيا قبل سنوات. وعلاوة على تلك الدول، يبدو أن واشنطن أعدت خيارات التدخل العسكري في هذه البلاد التي راح ضحية انفلاتها السفير الأمريكي في بنغازي كريستوفر ستيفنز، وقد أثار مقتله جدلا كبيرا في دوائر صنع القرار الأمريكي الذي يخشى ونظيره الأوروبي أن تتحول ليبيا إلى منصة ومركز لتصدير الإرهابيين. أفادت صحيفة القدس العربي أن المؤشرات على اقتراب تدخل عسكري غربي في ليبيا تتزايد، وتبدي إيطاليا المحتل السابق لليبيا حماساً لافتاً للعملية من خلال حثها باقي الدول الأوروبية والولايات المتحدة على الإسراع في التحرك قبل قدوم الربيع. وتتدرج الخيارات الأمريكية والأوروبية من القصف الجوي، وهو أمر حصل سابقاً بضربات محدودة، إلى وجود قوات على الأرض، وقد شهدت الأجواء والأراضي الليبية إرسال واشنطن ودول أوروبية مؤخرا طائرات وقوات خاصة للاستطلاع وتقييم الوضع ميدانيا وإقامة اتصالات مع القوى المحلية. وأضافت أن أهم العقبات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية فرض خليفة حفتر لبوندن في الاتفاق الأممي ينص على شغول المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على الثقة. سيد تقية، يعني هل التدخل العسكري الغربي في ليبيا اليوم أصبح قاب قوسين أو أدنى في ظل هذه التصريحات الغربية المتزايدة؟ والله يعني ما يصدر من مسؤولين ومن تعليقات إعلامية يبدو أن الجماعة متحمسون لهذا الموضوع، أو على الأقل ربما يستعملونه كورقة ضغط على الفصائل الليبية. يعني أنا أرجح الثاني، هو أنه يستعمل كورقة ضغط، معنى تحذيرات جارية. يعني قاعدة عبد الجمال عبد الناصر الموجودة بالقرب من طبرق هي الآن توجد فيها قوات أمريكية بتصريحات يعني علنية رسمية يعني أمريكية، ولربما قوات بريطانية، فهم يجهزون لأنهم يرون بأن يعني المرحلة الثانية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو تنظيم الدولة، هو الذي هذا يهمهم. ما يهمهم في ليبيا حاليا هو الموضوع الأمني، المواضيع الأخرى كلها بالنسبة لهم ثانوية، من الذي يحكم وكيف سيتعامل الليبيون في معيشتهم، هذا بالنسبة للدول الغربية هذا ثانوي، والخطر الذي يتحركون من أجله هو هذا الموضوع، موضوع تنظيم الدولة وامتداداته من العراق وسوريا إلى ليبيا. لكن هل هذا التدخل هذا سيكون يحل المشكل؟ لا أعتقد أنه يحل المشكل، لأن خلينا نطرح الأسئلة الآتية. يعني كيف سيكون التدخل؟ هل سيكون فقط يعني من السماء يعني من الطيران وغيره؟ وما الذي يضمن بأن هذه الضربات الطيران ستمس عناصر التنظيم ولا تقتل الليبيين؟ إذن السؤال يكون هل هناك استراتيجية واضحة؟ لا يوجد أو مهام محددة، خاصة في ظل وجود مخاوف غربية من تكرار أخطاء سابقة في العراق مثالا. يعني التجارب الغربية في محاربة القاعدة وتنظيم الدولة ليست يعني تلك التجارب التي يعني يبتهج لها ويصر لأجلها، بل هي يعني أمثلة سيئة جدا، يعني فشل مريع. لأن خلينا نقول كيف مثلا يتم قتال تنظيم الدولة على مستويات. لازم أولا تكون هناك غطاء جوي، أوكي ممكن يضمنه الغرب، ولكن تكون هناك قوات برية على الأرض تقاتل. من أين تأتي هذه القوات؟ إذا ما ساندوا قوات حفتر هما سيدعمون الرجل الذي سيثير رفض القوى الموجودة في فجر ليبيا. أكثر من ذلك، حفتر أولويته ليست هي تنظيم الدولة، حفتر مهمته ومسارات أولا مقاتلة الفجر الليبي أولا، لأنه لا يريد أن يستنزف قواته في قتال تنظيم الدولة، هو الهدف من تعاو القضاء على معارضيه، وبعد ذلك يأتي تنظيم الدولة. فإذا أمريكا كيف ستتفق معه وتقول له باللي من هم الإرهابيون في نظرك؟ سيقول لهم فجر الليبي أولا، في حين الأمريكان والغربيون يرون بأن تنظيم الدولة أولا. إذا ما ذهبوا كذلك الفجر الليبي سيقولون لهم والله حفتر أولا تنظيم الدولة ثانيا،
فكيف ستتعامل وتعامل؟ ثم ما هو الثمن السياسي؟ أنا سأتعاون معكم في قتال تنظيم الدولة، ما هو وضعي في مستقبل ليبيا المستقبل؟ ولكن هناك تحالفات حدثت، يعني مثلا حرس المنشآت النفطية مع مصراتها في لحظة معينة في قتال تنظيم الدولة، فلو بعد ذلك وقفوا. لماذا وقفوا؟ لأنه كل واحد يقول لك بلي والله أنا إذا تقاتلت مع تنظيم الدولة ممكن نستنزف بعضنا بعض، أوكي، والمنتصر سيكون حفتر ليكون مرتاح. ولكنهم ساندوا حرس المنشآت في لحظة معينة، وأيضا حرس المنشآت ساندوا قوات الشرطة في لحظة من اللحظة. في لحظة معينة قوات من مصراتة وقوات من الجدران إبراهيم أنهم تحالفا في مواجهة تنظيم الدولة، ثم وقفوا ذلك لأنه يقول لك بلي والله المعركة غير محسومة مع حفتر، يعني مش عارفين ما الذي سيحدث بعد ذلك. تصريحاتهم تقول عكس ذلك، تقول أن الأولى هو قتال التنظيم. هذا كلهم يقولون ذلك، حتى يعني حفتر يقول لك بلي أنا في مواجهة إرهابيين وتنظيم الدولة، كل عالم يقول لك أنا أخذ في التنظيم، ولكن ولا واحد فيهم يستهدف التنظيم أولا. نعم. لأن كل واحد فيهم يقول لك إذا ما قاتلت التنظيم وقاتلني ممكن أنني أستنزف قواتي، من الذي سيبعد ذلك يحصد النتائج؟ الذي يكون مرتاحا، الذي يكون لم يقاتل. نعم. سيد تقي، ما مدى تأثير الدول الإقليمية في القضية الليبية؟ القدس العربي أشارت في مقالها إلى عدم قبول بعض هذه الدول المؤثرة محليا في تسوية الأزمة الحالية الليبية. كانت هناك معارضات، مثلا نعرف بأن مثلا مصر كانت أنها مع حفتر، يعني لأن السيسي كان يعتقد بأن حفتر هو صورة طبق الأصل له إليه، يعني هو شبيه به، سيقاتل الإخوان المسلمين الموجودين مع قوات مع تحالف فجر ليبيا وفي المؤتمر، وسيقضي على الإسلاميين وسيعيد إلى السلطة جماعة أو بعض الضباط، لأن يعني ما يوجد من الجيش الليبي مع حفتر حوالي تقديرات حوالي 20%، يعني ليس كل الجيش الليبي، هي كل بعد ذلك مجموعات التحقت به من القبائل وغيرها. فهو يرى بأن هذا هو سيكون رجل داخل ليبيا، وبعد ذلك سيفتح له ليبيا، يعني بالنسبة للاستثمارات في النفط وغيره والعمالة وغيرها. لكن ليبيا يبدو لي أنه مع الضغوط التي مورست عليها إفريقيا خاصة من طرف الجزائر، وكذلك غربيا خاصة من طرف أمريكا وكذا، بدأت توافق على ما يجري. فمصر الآن تساند الاتفاق الصخيرات، حفتر كذلك بعد زيارة لكوبلر وافق اتفاق الصخيرات، لكن بعد ذلك يبدو لي بعد ذلك حرك جماعته في البرلمان طبرق، بحيث أنهم قالوا ولكن نعترض على المادة 8 ونريد إلغائها، ولذلك ينبغي التفاوض مجددا حتى يضمن مكان له. لكن يعني خلينا نقول عموما، مثلا خلينا نقول السودان، السودان كذلك ما كان ماشي مع مجموعة فجر ليبيا، لكنه لأنه كان يعتقد بأن ممكن جماعة حفتر وكذا ممكن أنهم يدعموا المتمردين في دارفور وغيره، لكن كلهم تقريبا الآن في توافق دولي على أنه ينبغي دعم الحكومة الوحدة الوطنية. فالآن الاعتراضات الإقليمية لم تعد كبيرة في مواجهة الحكومة. الذي يحسم فيها هو أمران في الحكومة، هو الموقف الخارجي تاع القوى الكبرى خاصة القوى الأوروبية، هل سيكون لهم من الصبر ومن الحكمة ومن العقلانية أنهم يعطوا الوقت الكافي لهذه الحكومة حتى تتشكل، أما أنهم سيغلبون هذه الحلول القصيرة التي ستكون كارثية إذا ما تدخلوا؟ يمكن التنظيم أنه يكبر ولا يصغر، نعم. لأنه إذا ما تعرض الليبيون أو بعض الليبيين لضربات التحالف أو القوى الغربية، قد هذا يدفعهم إلى الالتحاق بالتنظيم، لأنهم يرون بأنهم ضحايا لقوة صليبية، قوة تحالف غربي يقتلهم ويقاتل المسلمين وسيستعملها التنظيم. نقف عند هذه النقطة سيد تقي، وضحت فكرتك، ننتقل وإياك إلى المحور الأخير من هذه الحلقة، تفضل بالبقاء معنا. يثير تواصل تدفق المهاجرين غير النظاميين الأفارقة عبر ليبيا إلى أوروبا عبر القوارب موجة من القلق عند الأوساط السياسية والعسكرية الغربية، خاصة في ظل توارد الأنباء عن قيام ما يعرف بتنظيم الدولة بتجنيد وإغراء هؤلاء بالأموال، مستغلا أوضاعهم البائسة لضمهم إلى صفوفه. ذكر الصحفي الإيطالي إيفان فانشينزي في مقال بالصحيفة الإيطالية الجورنالي أن تنظيم الدولة في ليبيا يواصل تجنيد المزيد من المقاتلين خاصة من الدول الفقيرة من أفريقيا وإغراء هؤلاء بالأموال مستغلا أوضاعهم اليائسة لضمهم إلى صفوفه، موضحا أن العديد من الرجال من دول أفريقية فقيرة التحقوا بالتنظيم مدفوعين بحالة الجوع واليأس. وأفاد أن المقاتلين الأفارقة يدخلون إلى ليبيا عبر الطرق التي يستعملها مهربو البشر لإيصال المهاجرين إلى البلاد من أجل التوجه بعد ذلك إلى أوروبا عبر القوارب،
وأن معظمهم من دول مثل تشاد ومالي والسودان. وأضاف أن وفق نهج قد اعتمد بالفعل في السابق من قبل معمر القذافي، الجهاديون الذين يسيطرون على سرت يستغلون الفقر والبؤس في أفريقيا السوداء لتعزيز صفوف جيشهم الخاص بآلاف المقاتلين من تلك المناطق، جنبا إلى جنب مع المقاتلين الآخرين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح صحفي أن الحدود الواسعة لليبيا واتساع الصحراء لا يساعد السلطات الليبية على ضمان عدم التسلل من الحدود الجنوبية للبلاد، حيث يتم عبورها بشكل منتظم من قبل المهربين والمسلحين المتوجهين للقتال في صفوف تنظيم داعش. سيد تقي، ما مدى صحة تجنيد تنظيم الدولة لبعض المقاتلين الأفارقة بسبب حاجتهم الماسة للمال كما أوضحت الصحيفة؟ أنا لا أعتقد، أنا لا أتصور ذلك. أنا أولا لابد أخذ هذه الأمور بالحيطة الكبيرة، لأن الآن يعني الغربيون يريدون شيطنة اللاجئين حتى لا يتحملوا المسؤولية الأخلاقية، يعني حتى يقولوا نحن نرفضهم لأننا والله نخاف منهم. فالغربيون في حرج كبير، لأنهم يعني هي مبادئهم وكلها، ويعني هي كذلك عملياتهم داخل منطقتنا هي التي جعلت هؤلاء يهاجرون، يعني فرارا من الموت وفرارا من الجوع، يعني لا يذهبون هناك سياحة. فهناك الآن عملية إرضاء ذاتي بأن والله نحن لا نرفضهم لأننا أشرار أو لأننا عديمي الضمير، وإنما لأننا نخاف منهم. لماذا لا يمكن لتنظيم الدولة أن يستعمل هذه الطريقة؟ لأن عمل تنظيم الدولة ليس يعني حركات فردية، والله أنت يعني رايح لأوروبا فخذ لك معك قنبلة ونعطيك، يعني من الأمور لا تجري هذه. الذي حدث لحد الآن في عملية تنظيم الدولة أن المجموعات التي قامت بالعمليات هي أوروبيون، هم أوروبيون ولدوا هناك وكبروا هناك وشكلوا هناك شبكات ويعرفون الأماكن، يعني مثلا متى حدث في ضربات باريس مثلا في نوفمبر وغيرها، ثم بعد ذلك هذه هؤلاء يذهبون، هم الذين يذهبون إلى الخارج يتدربون عند التنظيم ثم يعودون إلى بلدانهم ويقومون بالعمليات، لأن العملية تحتاج إلى أنظمة لوجستية معقدة جدا، ينبغي أن يعرفوا المكان، ينبغي أن يخططوا، ينبغي أن يتعاونوا، ينبغي أن ينسقوا. يعني ما الذي يفعله واحد يجي من تشاد يكون مسافر يقول له خذ معك قنبلة وروح؟ لا يمكن تصور ذلك. الذي يخشاه يعني المراقبون يعني الجادون هو أن التنظيم ممكن أنه يستعمل قوارب انتحارية، بالمعنى أن هناك مجموعة من مجموعاته الذين دربهم والذين يريدون كما يزعمون الشهادة يضعهم في قوارب، ويذهب وهذه القوارب تتجه إلى البواخر أو إلى التي هذه القوارب البحرية الحربية التي تمنع الهجرة، ويصطدم به ويفجر. هذا يقول بأنه ممكن في المستقبل نرى مثل هذا النوع من العمليات، لكن أن هناك مهاجر يعني ذاهب في الطريق يقول له خذ معك في حقيبة قنبلة ولما تصل المطار هناك أو تصل الميناء فجرها، لا هذا مستبعد، هذا كثير يعني الأمور لا تجري بهذه الطريقة. فأنا يعني أعتقد أن أولا ينبغي أخذ هذا، لأن هناك عملية شيطنة في أوروبا كبيرة للمهاجرين، حتى خاصة من الجهات اليمينية، حتى يبرروا رفضهم لاستقبال اللاجئين. وصلت الفكرة. الشيء الثاني أن تنظيم الدولة لا يشتغل بهذه الطريقة. نعم، الباحث في الشأن العربي بمركز الجزيرة للدراسات الحواس تقية، شكرا جزيلا لك. شكرا. ونوه أعزائي المشاهدين إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بالتعاون مع المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا محمد زينوبا، دمتم في رعاية الله وحفظه. شكرا جزيلا لك.